يا أستاذ سين، دلوقتي أنت إحنا بنواجه دلوقتي مشكلة في حياتك وفي أسرتك اللي بقالها 5 سنين وأثمرت عن طفل، وأنا شايف إن أنت متمسك بالعلاقة ومش عايزها تتهد. طبعا. أنا دلوقتي هنسأل الدكتورة لميس إيه الخطوات اللي أنت ممكن تمشي عليها بعد الحلقة ديت علشان خاطر نحاول نحل المشكلة دي. تقدري تقولي لنا روشيتا يا دكتور للحالة ديت؟ أول حاجة لازم تقعد وتتكلم معاها إن الوضع ده مرفوض، هو أخلاقيا مرفوض، هو دينيا مرفوض، يعني هو مفروض بكل المخاطر، سلوكيا كمان مفروض، لان الطفل الصغير اللي بيشوف ماما بتاخد حاجه بابا تفتش فيها طول الوقت هيطلع عنده مشكله، هيطلع هو كمان مستوي. فدي اول نقطه. تاني حاجه، ولا تجسسوا، حتى الدين قال كده، فما فيش حاجه تخلي ان طول الوقت ان انا بتجسس على حد. والقاعده دايما بتقول ان كل ما هدور على حاجه تضايقني هلاقي، كل ما هدور هلاقي، فهي عمرها ما هتبطل. ليه؟ لانها هي بتاخد سكرين شوت، بتاخد لقطه معينه لموقف، هي عارفه اللي قبله ولا عارفه اللي بعده. طيب هو يعمل ايه بقى؟ لازم يتكلم معاها، لازم يتكلم معاها مره واثنين وثلاثه. اذا كانت مش مستجيبه ممكن جدا يعرضها على طبيب نفسي او حتى حد من الاقارب يكون عنده يعني لغه دينيه كويسه يقدر يتكلم معاها حتى في الحلال والحرام قبل حتى الطب، لان الموضوع حتى شرعا ما ينفعش ان انا افضل مراقب حد وبتجسس عليه طول الوقت وبراقبه طول الوقت. بس هل هي هتسمع لحضرتك ولا ممكن تستعين بحد كبير في العيله؟ لا انا اعتقد ممكن استعين بحد كبير. طيب ده ممكن يكون ممتاز. مدخل كويس جدا. طيب ان شاء الله. هو معلش يا دكتور سؤال في السياق، يعني هو مين دايما اللي بيبقى مصاب بالمرض ده؟ هل هو منتشر اكتر ما بين الستات ولا ممكن يبقى عادي ما بين الستات والرجاله بنفس النسبه؟ لا هو منتشر اكتر بين الستات وبالذات في المجتمعات العربيه. لان دايما الست عندها هاجس تعدد الرجاله، فدايما حاطه في دماغها ان هو هيتعدد فانا بدور وراه وانا كده هقدر احصر المشكله. وللاسف هي بتوسع المشكله زياده، لان الراجل بيتخنق فبيبتدي فعلا يدور على الحاجه الثانيه ويبتدي يحس بدل انا متهم طول الوقت بحاجه اللي انا مش عاملها فاعملها. يعني اذا ده اختراق الخصوصيه عند الجنس الاخر زي ما الدكتوره قالت لنا، بيبقى سببه دايما الاحساس بعدم الامان وفكره التعدد اللي بتسيطر على دماغها وبتخاف ان جوزها يسيبها او حتى ما يسيبهاش، انه حتى يتجوز عليها. بشكرك يا دكتور ومتشكر جدا لتحليل حضرتك. بشكرك جدا يا أستاذ سين. في نهاية الفقرة أحب أقول لكم يا جماعة، لو لقيت مشكلة عند شريكك بتتعلق بموضوع الخصوصية ما تنفرش من الأول، حاول تمشي ورا الخيط. لو أنت باقي عليها وباقي على بيتك وباقي على أسرتك لازم تحاول أن أنت تحل المشكلة، تطمنها، توفر لها بيئة صحية، تخليها عندها إحساس إن هي ست كويسة ومالية عينيك، وأهم حاجة إحساس الست بالأمان.